الرأي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: أنا من أسبوع بشوف كل يوم رؤية واحدة وبتتكرر كل يوم بنفس التفاصيل، وبستيقظ من النوم خائف جدا على أذان الفجر، والرؤية هي عبارة عن هاتف يقول لي في المنام: قل لنور الدين اصدع بالحق المبين، قل لعبد الرحمن أبشر ببيعة الرضوان. ثم يقرأ الهاتف ما تيسر من سورة المدثر، انتهت الرؤية. أما تأويل الرؤيا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الرؤيا تبشر بقرب خروج الإمام المهدي عليه السلام ومعه وزيره الأول، والله تعالى أعلى.